أعضاء من الحركة الجمعوية في قافلة تحسيسية حول الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري تجوب بلديات ولاية الأغواط. ماذا بنا تروحوا اليوم الأول نوفمبر 2020 تروحوا تحضرون الصناديق وتروحوا النساء بقوة، هذا لأجل الجزائر الجديدة. وربي إن شاء الله يوفقكم وربي يعاونكم، وهذا الاستفتاء يعتبر الحجر الأساسي لبناء الدولة الجزائرية الجديدة. وتتضمن هذه القافلة لقاءات مباشرة مع المواطنين بتوزيع مطويات وعرض لافتات تحسيسية وشرح أهمية هذا الاستفتاء. شرح لمسودة الدستور وتوجيهات على الاستفتاء، وش يعني الاستفتاء، وما هي الأفق المستقبلية. وكان تجاوب من طرف سكان ولاية الأغواط وبلدية الأغواط. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بكل شرائح، هذا فئة الصم البكم، فئة الإعاقة البصرية الحركية، أنهم يكونوا أصلا فعالين في ويؤدوا صوتهم ويشاركوا في بناء الجزائر إن شاء الله برب. ويشارك في هذه القافلة أساتذة جامعيون وشخصيات محلية فاعلة ومسؤولو المنظمات وقدماء الرياضيين.